الصباح تعالوا نشوف تقرير وأنشطة وفعاليات أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان مع بداية العام الدراسي. والحقيقة بتتنوع بين الأنشطة، ما بين أنشطة توعوية وأنشطة تثقيفية وأنشطة خدمية. كان في منها ندوة نقاشية مع مفتي الديار المصرية دكتور شوقي علام عن الوعي وتأصيل قيمة الانتماء، تناول فيها طلاب الجامعة ما يخص الفتوى. تعالوا نشوف تفاصيل ونرجع لكم مرة تانية ونهاية الأسبوع. اما بالنسبه للاسر من اجل مصر، فيكفي مثلا نقول لحضرتك انه لو عملنا حصر كده لمجموعه الانشطه اللي تمت العام الماضي وبدايه العام الحالي، هنلاقيها متنوعه جدا ما بين عروض للابتكارات واختراعات الطلاب ورحلات في اماكن متنوعه من جمهوريه مصر العربيه، حضور ماتشات المنتخب والفرق في مباريات افريقيا، ندوات تثقيفيه عن حرب اكتوبر. النهارده مثلا على سبيل المثال يصادف ان احنا عندنا حدثين في وقت واحد، حاجه متعلقه بال الإدمان والمخدرات، والندوة اللي أنا كنت موجود فيها من حوالي ساعة، وهي ندوة بتتكلم عن المخابرات وما حدث قبل حرب 73 ودورها في انتصارات أكتوبر. أسرة من أجل مصر طبعا في ظل الأنشطة اللي بتقوم بيها حوالي داخلين في السنة الثانية، ده ما رجعش إلا وجود الدعم الكامل مع الوزير رئيس الجامعة، بالإضافة إلى تكاتف إدارة رعاية الشباب مع دعمها الكامل للأسرة. والأسرة طبعا على مستوى السنة اللي فاتت والسنة دي شغالة في مجال الأنشطة، اللي هدفها الأساسي أن أنا أغير مفهوم الطالب عن الأنشطة الطلابية، وأن أنا أحاول أوفر كل الأنشطة للطالب على أرض الجامعة أو على موقع الجامعة، طبعا ده بالدعم الكامل من معالي رئيس الجامعة وكل الإدارات اللي موجودة. طبعا كانت حاجة حلوة جدا أن احنا نشارك في تنظيم ندوة دينية بحضور مفتي الجمهورية تحت رعاية دكتور ماجد نجم، دكتور جمال شكري، دكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة. قد ايه ان الموضوع مبسط ان هم جابوا لنا لحد عندنا الناس اللي نقدر نستشيرهم في امورنا الدينيه. كان التنظيم سلس، كانت الندوه جميله جدا على حد يعني ما كلنا استفدنا. النهارده دي كانت ندوه دينيه جاي فيها مفتي الجمهوريه، فحبينا احنا نشارك كاسره من اجل مصر، اسره مركزها مستوى جامعه حلوان. حابين ان احنا نشارك الطلبه في ان احنا نشوف ارائهم ايه، الافكار بالنسبه لنا، يعني احنا كل واحد فينا بالنسبه له ممكن يكون فكره واحده سؤال واحد، لا احنا اتفرجنا على الاسئله بتاعت الطلبه وعرفنا اكتسبنا خبره كبيره جدا ومعلومات من فضيله المفتي. واحنا كاسره من اجل مصر بنحب نمارس انشطه، انا بالنسبه لي بقالي زي سنه ونص في اسره من اجل مصر، حبيت الانشطه عشان اسره من اجل مصر. احنا هدفنا الاساسي ومحورنا في التعامل هو الطالب، دايما بنبحث عن ايه احتياجات الطلبه الموجوده في الجامعه، وده عملناه في ارض الواقع. يعني مثلا على المستوى الرياضي عملنا دوري كره قدم بكليه هندسه حلوان بالسله المغطاه، عملنا على المستوى العلمي عملنا معرض ابتكارات كان لسه معمول 21/10 وحطينا فيه الابتكارات كلها، وده بنحاول نربط ما بين سوق العمل وبين طلبه الجامعه. احنا عندنا في الاسره بنمارس كل الانشطه على مستوى الجامعه، اجتماعية ثقافية ترفيهية اجتماعية على مستوى الجامعة، طبعا ده كله تحت رعاية الدكتور يوسف شعبان رائد الأسرة والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة. طبعا احنا بنهتم عامة بأنشطة الطالب، بنشوف الطالب عايز ايه وبننفذه له. لما خلص من أجل مصر بجامعة حلوان بنحاول نوصل للأنشطة اللي الطلبة بيحتاج ليها كفكر طلبة، احنا قريبين طلبة من طلبة، بنحاول نشوف الطالب محتاج ايه من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية. نحاول نوفر رحلات مدعمة، نحاول نوفر له كورسات مجانية في حاجات مختلفة عشان يقدر بعد كده بعد ما يتخرج من الجامعة الكورسات دي تفيده في الحياة الوظيفية بعد كده، ويقدر يبقى مؤهل لحاجة زي كده.